قدرت. من مهرجان الموضة لموضة معانا شيماء القاسم، هي ممثلة ومشاركة النهاردة في المهرجان بمشاركة جديدة شوية من نوعها، خليها هي تتكلم عنها أكتر. ازيك يا شيماء؟ ازيك، عاملة ايه؟ منورين. احكي لي عن مشاركتك النهاردة في موضة، وعن المشاركة بتاعتك، هي جديدة شوية من نوعها، غريبة شوية من نوعها، تحكي لي عنها. زي ما انت قلت هي مشاركة جديدة، وبصراحة هي اكسبيرينس حلوة جدا. غير كمان ان انا حضرت تقريبا معظم الانترناشنال فاشن ديزاينر اللي جم عرضوا في خلال 4 ايام قبل النهارده. هي تجربه حلوه جدا. هي جت بالصدفه ان شركه لموده بيروت طلبتني لما عرفت ان انا اوريدي ممثله، فحبيت ان انا اشارك في الاسبوع الموضه اللي في مصر. وبصراحه انا دخلت وقلت وات، اجرب، هتبقى اكسبيرينس حلوه، هتفيدني كممثله. انت عارف الممثل دايما مهتم بالفوتوشوت والميك اب، وهي حلوه بتخليكي مور هيلثي وتعملي اكسرسايز عشان تكوني احسن. بس هي بصراحه ايفنت حلو قوي، ان هو فيري انترناشونال، ومستر جوني الاونر بتاع الشركه حد فيري سمارت وبروفيشنال جدا، وانا استفدت بصراحه ان اي حد هيدخل في الايفنت ده هو هيطلع كسبان. هو اوريدي بيتحط في ايفنت انترناشونال، فكل ده هيرجع له فيدباك حلو. الشهاده كمان، انك تاخدي شهاده تحفزك، تحسسك ان الموضوع كبير، يعني تحسي ان انت الموضوع تعبتي فيه. بصراحه هو النهارده كان شويه الجو يوتر، يعني انت ما تعرفيش ايه اللي هيحصل وايه ردود الافعال، بس الناس كانت فيري سمارت قوي والتكريم كان حلو فعلا. غير بقى ان انا اوريدي ممثله، فكل ده بتهيالي، يعني في ناس كانت تشوفني تقولي انت احنا شفناكي في حاجه، قلت لهم يا جماعه انا اوريدي ممثله، فيعرفوا ان انا كنت في مركز الابداع عند استاذ خالد جلال، في مركز الابداع الفني بدار الاوبرا، دي الدفعه الثالثه. انت عارفه قد ايه المركز ده خرج ناس، فرج اجيال، وخرج كل نجوم مصر تقريبا، مليانين ساحه دلوقتي، واحنا مكملين ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق حبيبتي، واتمنى اشوفك ان شاء الله في حاجات تكسر الدنيا. ان شاء الله. تسلمي. ثانك يو فيري ماتش حبيبتي. ميرسي. قدرت، اقوى موقع فني في مصر.